السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنقول لكم بعد جمعة مباركة ومبروك علينا أمطار الخير، الحمد لله والشكر لله. شتي وتبارك الله ما شاء الله، واخا كاينه العواصف والرعد والريح، والمهم كنتمنى ان شاء الله هاد الشتيوة هادي تكون يعني أمطار الخير تعم على بلادنا ان شاء الله بحول الله يا ربي. وكنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو تلقاكم في احسن الاحوال، وشكرا على الدعم ديالكم الناس اللي يعني الاوفياء القناه ديالي اللي ديما كيدخلوا الفيديوهات ديالي فاش كنحط الجديد، وكيخليوا التعليقات ديالهم زوينه وكيديروا اللايكات، واخا يعني بعض المرات كنلقى بعض الاشخاص ولا مثلا كيكون عدد المشاهدات مقارنه مع اللايكات واحد الفارق كبير بزاف. ما عرفتش، المهم حتى تجاوبوني واش الفيديوهات ديالي ما كيعجبوكمش ولا غير كتنساو. وانا كنظن يمكن غير كتنساو اللايكات، المهم فضلا وليس امرا ما تنساوليش اللايكات، الله يجازيكم بخير هكذا باش ندعموا القناه ديالي ان شاء الله، ولما لا ان شاء الله نحقق الشروط بالنسبه للمشتركين. ما بقناش بزاف ان شاء الله نوصلوا ل1000 مشترك، ما بقى شيء بزاف. المهم كنتمنى التوفيق، يعني نتمنى التوفيق للجميع يا ربي. المهم هنا الفيديو داز، شاركت معكم واحد النهار ديال الاثنين في الصباح فاش كنكون يعني جالسه، هو اليوم الوحيد اللي كنصبح فيه جالسه في الدار، كنخدم في العشيه وجدت البنتي هكذا الكوتي ديالها كتدي معاها الغداء ديالها والماكله ديالها اللي كتحتاج، وهذا النهار كنت درت لهم عديسه. المهم غير شاركت معكم هاد اللقطات وصافي، راه ما شاركتش معكم العدس ولا الوصفه. هنا كنت كنقيه وتبارك الله العديسه نقيه ما فيها والو. وهنايا ضحكوني القطيطات ملي شافوا العدس وداك الصوت ديالو، جاهم بحال الكروكيت وكيجيو كاملين كيشمو تما، كيحسب لهم واش كروكيت ولا شي حاجه، ملي لقاوه ما فيه لا ماشي هو الكروكيت عاد مشاو بحالاتهم. وصورت معكم هاد اللحظات، المهم زولت الصوت حيت بغيت نسرع الفيديو فقط، اما كنت ناشطه معاهم. المهم عصابه ديال البسبوسه هنايا، المهم خلاوليش ديك البلاستيكه راه عاد بدلتها وعاود قطعوها لي ديال هادي ديال الطبله. المهم هاد البلاصه هنا فين داير لهم في هاد الكنابي كنقاد لهم واحد المانطا هنا كينعسوا بالليل، هذيك المانطا ديالهم. شوفوا العصابه شوف كيدابزوا، عرفتوا كتنوض بيناتهم الحرب تبارك الله ما شاء الله بيناتهم. ايوا المهم صافي هادشي اللي درت في داك النهار الاثنين، صافي ما شاركت معكم والو. وهنايا المهم غير قبلوا على اختكم والله العظيم، حتى كنبقى نشوف لا فيديو عاد كنتفكر اني كنكون غير كنصور باش نجمع دوك اللقطات ونصوب فيديو، ما كانش عندي الوقت. هاد الاسبوع كان عندنا فيها الفروض وفيها الدعم، والله العظيم بعض المرات كنخدم صباح وعشيه، ثلاث ولا اربع خدمت صباح وعشيه، واخا يعني كنمشي غير على ساعه ولا ساعتين، المهم كيتسمى راك خدمتي صباح وعشيه. هنا هذا كنظن يمكن نهار الثلاث، نهار الثلاث حتى جيت من الخدمه وقلت شنو غادي ندير هنايا. درت هاد الطويجين هذا ديال السوسيس، خصني ندير اسهل حاجه، وكان عندي هنا الفول ديجا موجده، والخبز هنايا غير شريناه وصافي. المهم كان هذا هو الغداء ديال داك النهار، طويجين هكذا بالسوسيس وهادي شليضه ديال الفول وصافي، اللهم اديمها نعمه يا ربي. انا كيجيني هكذا طويجين ديال السوسيس ولا ديال الكفته اسهل حاجه ممكن توجدوها ملي تجيو من الخدمه. شنو كدير تما؟ شنو بغيتي دير؟ ها دخل الماكينه بغيتي تغسل مع المعنات؟ ها وهنا شاركت معكم اوسكار المشاغب، سبحان الله كيحماق على الماكينه الصابون والماكينه ديال الماعن، غير يشوفوها مفتوحه كيدخلوا لداخل ويبداو يقلبوا تما، ورا ما كنخليهمش مفتوحين، وليت كنشدهم كنخاف يمشيو يضيعوا لي شي حاجه ولا اغلبيه كنشد عليهم الكوزينه ما كنخليهمش يدخلوا لها الا الا كنت انا فيها، ولا لان كيبداو كيطلعوا فوق لافابو كنخاف يمشيو يقيسوا لي البريزات ديال الضو ولا تمشي توقع لهم شي حاجه ولا يديروا لنا شي سيركوي. المهم هنايا عاوتاني واحد النهار شاركت معكم هنايا، مره كنبغي نفرحوا هكا الوليدات، جبت لهم هاد الحليوات هادو كيتباعوا في الباتيسري، وعصير هكا جاهز هذا ماشي زعما صوبته، جبت كل شيء من برا.
يمكن هادشي صورته نهار تقضيت تقضيه ديال راس الشهر. ضروري هكا في راس الشهر كنجيب لهم هكذا شي حويجه هكا نفرحهم وصافي. المهم هادشي اللي لقيت عنده ديك الحليوات الشكلاط صراحه بقات عنده وحده واحد الباتيسري زويون صراحه كيدير هادشي ديال الحلويات لي طاخت وداكشي واعر عنده، حتى دوازاتاي والحلوه ديال اللوز وكلشي عنده ما شاء الله. المهم هادوك الحليوات اللي شفتو ب10 دراهم الوحده. صافي هنايا شاركت معكم هنايا تقضينا اللحم تقضية ديال الشهر هذا البقري، والله ما عقلت يمكن كيلو ونص ديال البقري. قلت غادي نحتفظ به بهذه الطريقه، هذه الطريقه باش كنحتفظ فيها باللحوم في الفريغو، كنديرهم في داك البلاطو حتى كيجمدوا وكنجمعهم بعد كلهم في بلاستيكه وحده. وهذه الكفته عاود درت لها الطريقه هذه، هذه الكفته دلادان والله الا كتنفعني هاد الكفته، وصراحه والله العظيم هي والصوصيص كينفعوني بزاف. الكوتي د بنتي هكذا بعض المرات ملي كنجي في الغداء نبغي نوجد شي حاجه هكا مزروبه، ولا بعض المرات عاوتاني في العشاء الا ما كناش تغدينا مزيان ضروري شي حاجه هكا في الغد في العشاء عاوتاني. وانا العشاء ما كنبغيش يعني نجلس في الكوزينه ونطيب العشاء، كيخصني شي حاجه هكا خفيفه ظريفه وصافي. المهم هنا بعد ما جمدات لي اللحيمه شفتوها راه كنزولها بسهوله، ومن بعد غنديرها في بلاستيكه وحده. الطريقه انا كتجيني عمليه، وحتى الصوصيص حتى هو نفس الشيء. ما عرفتش هنا واش كيلو ونص ولا والله ما عقلت، يمكن حتى هو شي كيلو ونص ولا جوج، كنظن واقيلا غير كيلو ونص. صافي حتى هو غادي نجمدو بنفس الطريقه، كنديرو في نفس البلاطو كنفرش له واحد هذا السيلوفان صافي، وكنحط فيه اللحيمات اللي بغيت نجمد. راه دغيا كيجمد هذا شي 3 ولا 4 السوايع كان جامد. عاوتاني غادي نديرو في بلاستيكه بنفس الطريقه، غادي ديجا مشاركه معكم طريقتي في تجميد اللحوم الدجاج وكلشي كندير لهم هذه الطريقه هذه. وهنا عاود شاركت معكم واحد النهار واحد اخر عاوتاني الاثنين هذا اللي فات، هذا اللي شاركت معكم ديال هاد الاثنين هذا الاسبوع ديال بدايه هذا الاسبوع، عاود درت لبنتي هنايا الطاكوس دائما كالعاده. واخا من بعد قالت لي صافي ما بقيتش بغيت الطاكوس، بديت كندير لها هذا. دابا نشارك معكم ان شاء الله فيديو واحد اخر، واحد الفكره كنصوبها صوبتها لها هكا الكوتي، كدتها شي جوج مرات ولا ثلاثه عجبتها. المهم هنايا صافي صوبت لها طاكوس ديالها صافي، وكان بعد ما كنديرو في البانيني كنديرو في الالومنيوم باش وما بعدا يبقى لها هكذاك سخيخن وصافي. ضروري راه كدوز النهار كامل تقريبا في المدرسه، من 8 كتمشي 8 قل القصر ما كتجي حتى ل5 د العشيه، يعني مده طويله. صافي كندير لها داناب ديالها وهذا الكاطو، المهم هادشي اللي كتبغي هي اللي كنعطيها، ممكنش نعطيها شي حاجه اللي ما تاكلهاش ولا ما تبغيهاش. ضروري حتى كنتشاور معاها وكنعرف ديك الحاجه غتاكلها ولا ما غتاكلهاش عاد كنعطيها لها، عاد زعما كنصوبها لها. اما ما كنفرش عليها شي حاجه ونقول لها لا غتاكليها حيت عارفه ما غتاكلهاش غترجعها. صافي هنا جيت نشارك معكم طريقتي في اللوبيا. المهم هنا اللوبيا دائما كتكون عندي مرطبه، درت معاها شويه د الربيع والعطريه العاديه وهذا بصيله هكا مشلضه مع زويته مليحه والعطريه صافي. المهم كنبدا نشحرها مزيان. هنا درت واحد طريف ديال الشحمه، صراحه كتجي اللوبيا كتجي رائعه بهذه الطريقه هذه بالشحمه، واخا تكون يعني غير طريف صغير ماشي مشكل. المهم هذيك النسمه ديالها كتجي زوينه. المهم انا خليتها حتى طابت، رويت عليها وشديت عليها حتى طابت، عاد غنزيد لها شويه ديال المطيشه اللي ديجا عندي موجوده، كنت طيبتها وطحنتها وصفيتها وكانت بقات منها واحد شويه صافي، هي اللي ضفت في الاخر. ما كنديرش انا معاها مطيشه الحك اصلا، ما كنجيبش مطيشه الحك اغلبيه، ما كنشريهاش الا شفتو عندي شي مره واحده يمكن هاد العام اللي شريتها وصافي، ما كان ماخدهاش. انا كنستعمل مطيشه طريه صافي. هنايا شاركت معكم اللوبيا ديالي وهي كتشحر، جات يا سلام. واخا انا راه ما كناكلهاش، انا طيبتها مالي نطار، قلت لكم انا في الصباحات هنايا كنفطر مزيان صافي وكنمشي للخدمه، حتى كنجي بالليل عاوتاني نوجد شي حاجه للعشاء. وهنايا ضروري مع اللوبيا خصنا شي عصير، ولا رجعت يعني مدمنه على العصير في هاد الوقيته اللي دازت، ما عرفتش واش حيت بدا واحد شويه كان الجو سخون. مره كندير لهم عصير اما د الباربه مع الحامض، ولا هنايا شديت جوج حامضات صغار قطعتهم ومع هذه ليمونه وحده
وشويه ديال الخيزو اللي سلقته، ماشي بزاف، غير 5 دقائق خليته كيغلى، غير 5 دقائق وطفيت عليه، تخليه شي حنا حتى يطيب كاع. المهم غير ليسونسييل انه يتطحن في مولينكس مزيان. صافي غنخلط كلشي وغندير السكر، غنزيد الماء وغادي نطحن الخليط كامل. في الاخر كنصفيه. واش غنقول لكم كيجي عصير رائع، كيجي بحال الليمون، وهو راه ما فيهش، انا واخا انا استعملت فيه الليمون، بامكانكم كاع ما ديروش الليمون، ديروا غير الحامض والخيزو، كيجي رائع، كيجي اللون ديالو بحال عصير ديال البرتقال. المهم نوعو هكا مره مره، الحامض دابا تبارك الله موجود، خيزو يمكن حتى هي نقصت شي شويه في الثمن. صافي هنا كنشارك معكم العصير ديالي من بعد ما تطحن، راه كيجي القوام ديالو كيجي ثقيل وخاطر ومنعش وصحي، شي حاجه يعني كنصوبوها في دارنا ومتاكدين منها وكل شيء يعني طري. واقتصادي اون بليس، كاع الاكثر من هادشي انه صحي واقتصادي، بجوجهم هاد هما الحوايج اللي ضروريه ناخذو ناكلو شي حاجه صحيه وتكون اقتصاديه. المهم كان هذا هو الغداء ديال نهار الاثنين. المهم هكذا قدمتو، هذه اللوبيا مع الخبز كان ديجا عندي، غير ما شاركتوش معكم، كنجبدو هكذا من المجمد كنخليه حتى كيطلق. صافي وكنديرو فداك كنسخنو فداك الفران اللي كنت خديت من بيب، نفعني بصراحة مزيان في الخبز، كيسخن لي مزيان. المهم كان هذا هو الفيديو، غادي يسالي ما سخيتش بكم، كنقول لكم مع السلامة.